يا صباح الفل والسعادة لأحلى بنات في كل الدنيا، كيفكن حبايبي؟ شو أخباركن؟ طمني عينكن، يسعد لي كل أوقاتكن يا رب. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد، كتير كتير اشتقت لكم والله. بتعرفوا لوقت ما عم نزل الفيديو كتير هيك عم اشتاق لتعليقاتكن الحلوة، وبدي اتشكركن كتير كتير على كل كلمة كتبتوها، على كل تعليق حلو دخل لكم، ما بتتخيلوا قديش بتعطوني طاقة إيجابية، وكتير بنبسط تعليقاتكن. هيك الله يسعدكم يا رب وين ما كنتوا دائما. وبدي رحب كل صبية جديدة انضمت لقناتي، اهلا وسهلا فيكي بقناتي ايا لايف ستايل، نورتي القناة. واذا ما لكم مشتركين بالقناة بتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل مشان ما يروح منكم ولا فيديو. اليوم رح شارك معكم شغلات كتير حلوة، لهيك تابعوا الفيديو خطوة بخطوة لانه في شغلات، في تغيير رح يصير، في مشتريات جديدة، وبنفس الوقت رح اخذكم على مكان. لهيك ان شاء الله تستمتعوا معي بالفيديو. اول شيء اليوم فايقه بكير، خلصت شغل البيت، شربت قهوتي مثل ما شفتوا لانه بدي اطلع. اول شيء بدي انزل على السوق انا واخواتي وامي، وبعدين هي عازمتني على الغدا، فرحت على السوق تفتنا شوي، وبس ما صورت لكم هنيك صراحه لانه ما كتير طولنا، وهيك حبيت انه هالمره هيك استمتع وهيك انا عم اتفرج بدون تصوير بدون شيء. فقلت لكم ما طولنا كتير لهيك وما صورت لكم يعني السوق. بعد هيك اجينا هون على المطعم التركي، قررنا يعني نجي ناكل مشاوي عنده. وهون عم فرجيكم حمودي، اكيد شفتوا كيف صار بعد الحلاقه، بعرف عن جد كتير شكله تغير، وحتى بالنسبه الي يعني ضلينا تقريبا انا وابوه هيك اسبوع منطلع عليه هيك منقول هذا حمودة ابننا، ولا جبنا يعني اخذنا واحد وجبنا واحد. عن جد بعد الحلاقة كتير كتير تغير، بس انا كنت ما بدي اصل له يا لهالدرجة صراحة، يعني انا كان بدي اياه هيك شوي اطول، بس بنفس الوقت انه كمان قصه لانه كتير كان عم يعذبني، يعني اذا بدي مشط له اذا بدي حممه كتير عم يعذبني شعره، يعني حتى هو ما عم يقبل. فلهيك قررت انه قصه، مع اني انا مالي انه رايده قصله يا ابدا، وحتى انه كتار قالوا لي انه لا تقصيله هيك حلوين شعراته، بس يلا هو قلت انه فتره وبيرجع بيطول ما في مشكله. هون تقريبا بعد ما قعدنا شوي اول شي جابوا السلطه، وبعدين جابوا يعني المشاوي والاكلات، وكمان كان في مثل هيك صفيحه بتشبه هيك الصفيحه شوي، كمان كان كتير طيب. هنيك عن جد بتعرفوا لما رحنا قعدنا أكلنا، وعن جد هنيك نسينا حالنا، نقعد ونحكي نحكي، وبعدين شربنا شاي وبعدين شربنا قهوة. عم قلكن قضيناها هيك قاعدين وعم نحكي ومستمتعين يعني. وشفتوا بعد السوق الواحد كتير بيتعب عن جد، يعني واحد كتير هيك من فتلة السوق بيتعب، فهيك لما قعدنا حسينا ارتحنا أكلنا وقعدنا. بتعرفوا بعد الاكل خصوصا الواحد ما بيقدر هيك يقوم بسرعه، فضلينا قاعدين شربنا هيك قلتلكن شاي وقهوه وهيك، وقضينا وقت كتير حلو عن جد. وبعدين رجعت على البيت وكنت الحمد لله هيك بتكون تقولوا مرتاحه انه بالطبخ وهالقصص. هون مثل ما كنتم شايفين كانوا جاييني من الامازون غراض وما فتحتهم صراحه، صار لهم يومين وما فتحتهم، قلت خلص بدي افتحهم معكم وفرجيكم اياهم هيك مع بعض، قلت بنفتحهم.
هلا انا موصية هاي الفازة، صار لي فترة طويلة كتير هيك حاببتها، وقلت خلاص بدي اجيبها بما انه رح اعمل اليوم ديكور لمدخل البيت. تتذكروا لما اشتريت طاولة الاحذية؟ العفو منكم، ما عملت لها اي شيء ولا سويت لها شيء يعني، ولا جبت لها انه اي ديكورات. وعندي كمان مدخل البيت كتير فاضي يعني، ما من وقت ما سكنت البيت ما عملته. فقلت بما انه بدي اجيب مراية جديدة، حتى المراية اللي كانت يعني حاططها كانت بتحسوها شلون كبيرة كتير، فحطيتها بغرفة النوم وجبت واحدة جديدة. وجبت هاي الفازة مثل ما شفتوا، جبت كمان هدول للحيط هيك ديكور، وجبتهم هيك مثل دا تقولوا شمعدانات. انا كتير بتعرفوني يعني، صرتوا اكيد تعرفوني، اي شي هيك بحب يكون فيه يا ضو يا شمع، لأنه كتير كتير بحب الشموع والأضوية والليدات وهالقصص. فجبت هدول هيك ذهبيات بيتعلقوا على الحيط، كتير حبيته للصراحة يعني، على الواقع عن جد بيجننوا كتير هيك نعومين وحلوين. ولقلكن شي، أنا بحب كل فترة أني أعمل شي بالبيت. يعني مثلا هذا الشهر خصصته أنه ساوي مثلا الممر، يعني الممر هذا مدخل البيت. الشهر اللي بعده مثلا إذا في أغراض لازمتني لغرفة النوم مثلا، هيك يعني كل شهر قسم أو كل شهرين بساوي شغلة، هيك ما بضايق حالي عن جد. وبنفس الوقت بساوي يعني بجيب مشتريات، بنفس الوقت بساويه يعني بساوي الشيء اللي أنا بدي أعمله. هلا أنا بالبداية رسمت هيك صورة ببالي كيف بدي أعمل. دائما أنا وقت بدي ساوي ديكور معين بحب أرسم صورة بعقلي وبعدين بنفذ، يعني برسمها هيك بعقلي وبعدين بجيب الأغراض وبنفذها يعني. فأنا رسمت صورة وبعدين جبت المشتريات. هلا هاي جبتها كمان للحيط، شوفوا قديش حلوة، عن جد كتير كتير حبيتها هيك يعني، شكلها على الحيط حسيتها كتير رح يطلع حلو وناعم بنفس الوقت، وأبدا ما لغالية، سعرها 5 يورو، أخدتها من محل تيدي معروف هون بألمانيا. وكمان روابط القطع اللي اشتريتهم من الامازون ان شاء الله رح احط لكم اياهم بصندوق الوصف عشان اذا حبيتوا يعني تشتروا منهم. هلا في هداك نهار صبيه شو عم تقلي؟ عم تقلي احلى شيء انك عم تحطي الروابط، اي شيء انه عم تجيبيه لبيتك انا كمان عم جيبه. فعن جد ما بتتخيلوا قديش هيك بنبسط وقت يعني في كتير هيك بنات مثلا ممكن ياخدوا افكار او شيء، يعني مو بس انتو تاخدوا افكار مني، انا كمان ممكن اخد افكار منكم وناخد افكار من بعض. كتير بحب انه دائما هيك نتعلم من بعض، يعني انا اتعلم منكم وانتو مثلا تاخدوا افكار مني او تتعلموا. وكمان انا في شغلة يعني كتير بتزعجني، في ناس مثلا انه هيك يعني ما بحبوا يعلموا حدا، ما بحبوا يفرجوا حدا انه مشان ما يتعلموا منهم وما ياخدوا افكار. انا عن جد ضد هاي الفكرة، لانه احنا جايين على الدنيا كرمال انه نعلم بعض نستفاد من بعض، انا هيك يعني برأيي. فحلو كتير انه اصلا انا يعني قناتي فتحتها انه ممكن اعطي لحدا فكرة اخد منه فكرة وهيك نستفاد من بعض. هلا كان بيلزمني، شفتوا لدات جبت وشموع، الشموع كنت حاببتها تكون لونها زهرية مثل هاي الوردة اللي فرجيتكم اياها. هاي الوردة كتير حبيتها، قلت لكم من زمان رحت على الفولفرز وشفت وردة هاي هي، كتير عجبتني وقتها وحطيتها ببالي من هداك الوقت، وهيك حسيت رح تطلع بالفازة كتير حلوة. هلا هون بهذا اليوم كمان اجتني بيجامة حمودة، يعني سبحان الله هيك كلهم كفتوا مع بعض. كنت صراحة موصي على تياب شتوية من شيئين، بس صاير في مشكلة انه ما توصى غير على بيجامة حمودة. هاي كتير الصراحة هيك انزعجت، اني كنت عم استناهن وفكرت انه رح يصلوا، وبس وصلت بيجامة حمودة كان في مشكلة وحليتها، وهلا رجعت عملت لهم اعادة، فان شاء الله هيك يمشي الحال ويوصلوا بعدين بخير وسلامة. هاي البيجامة كتير حبيت الصراحة، هيك قماشتها روعة بتجنن. حتى يعني هلا رحت على السوق بس ما جبت شي يعني تياب وهيك، لاني كنت مفكرة انه هدول التياب انه رح يوصلوني كلهم، لهيك انه عاجبيني اكتر انه من الشغلات اللي شفتها من السوق.
بس جبت له طقم واحد، هلا رح فرجيكم اياه. رحت على التاون ده، جبت له طقم، يعني خلص حتى لو ما اشتريت اي شيء بس لازم انه جيب له هيك قطعة لحمودة، ما بعرف يعني بتعرفوا هيك تياب الولاد انه اغلبها هيك بتكون حلوة وكذا، فكل ام كل ما واحدة يعني هيك بتشوف شيء لابنها بتحب تجيب له اياه. فشفت له هذا الطقم كتير حبيته، خصوصا انه هيك لونه شتوي وصوف وهيك، كتير عجبني للصراحة. هلا هذا الفيديو مصور على يومين، انا هون بعد ما اجيت من السوق ما قدرت طبعا اني اعلق المرايا وساوي الديكورات الجديدة، استنيت لتاني يوم، زوجي كان معطل وهو ساعدني وعلق لي المرايا الجديدة وهالقصص، يعني ما كنت رح لحق كل شي بنفس اليوم، فهذا عم بصوركم هون تاني يوم. المراية اللي اخترتها شفتوا كانت هديك المراية كتير كبيرة وهيك معبية الحيط كله، بس حسيت اذا بجيب مراية مدورة رح تطلع كتير احلى فوق خزانة الاحذية، وحبيت اجيبها هيك لونها ذهبي اني حابة اعمل هيك ديكور ذهبي، وجبت هذا الليد حبيت كمان اعمل شمدي الكون، يعني هاي اللمسة من عقلي الصراحة، ما بعرف حسيتها رح تطلع كتير حلوة هيك، رح تعطي للمراية جمال وبنفس الوقت ما رح تكون هيك كتير نباهتة، خصوصا الأضوية بتعطي كتير انه جو حلو، فحسيت اذا بجيب هذا الليد وبحطه هيك حوالين المراية رح تطلع كتير حلوة، فبدي رأيكم. هلا انا كل شي رح اعمله بصراحة بدي رأيكم فيه، يعني شو ممكن مثلا عدل أو شو ممكن نغير، بدي رأيكم للصراحة، وشو رأيكم بهاي الفكرة إنه فكرة الليد حلوة ولا لأ. هلا أنا بالنسبة إلي كتير حبيتها، فما بعرف كتبولي أنتو رأيكم. مثل ما تكون شايفين حطيت الشمعدانات اللي جبتهم من تركيا، يعني انا من هداك الوقت كنت عم خطط صراحة احطهم هون، وقت قلت لكم احذروا وين بدي احطهم، كثير حسيتهم ما بعرف مناسبين انه هون هيك بمدخل البيت، حسيتهم كمان كثير حلوين، وحطيت الفازة والورد اللي جبته، صراحة ما بتتخيلوا قديش عجبتني الوردة مع الفازة، يعني مع بعض كتير كتير حبيتهم، يعني إذا بقولكم حبيتهم أكتر شي ما بعرف، كتير كتير حبيتهم هيك، حسيت إذا بحط هيك لون إنه أكسر لون الأبيض والذهبي هو بلون الزهر، لهيك قلتلكم كنت بدي شموع زهرية مشان إنه هيك يصير ذهبي وزهري وأبيض، إنه ما يكون هيك لون واحد. وهلأ هون مثل ما كن شايفين، طبعا بعد ما عملت هالشغلات صار في هيك شوية هراهير بالأراضي، كنستها ومسحتها، بتعرفوا يعني قلت بدي مد سجادة جديدة، طبعا لازم تكون الأراضي نظيفة، وأنا قبل بيوم هيك
يعني كمان عامله البيت تنظيف هيك مرتبه، لانه عارفانه هيك نحن سبحان الله يعني طبعا قبل ما نمد شي لازم يكون كل شي هيك نظيف وما نمده هيك على انه يعني لازم يكون كل شي نظيف ومرتب. هذا كان الديكور النهائي اللي كان براسي، وهيك كتير حبيت النتيجة بعد ما خلصت. بدي رأيكم، كتير كتير بهمني رأيكم، بدي تقولولي إذا في شي ممكن عدله، شو رأيكم بالتفاصيل اللي حطيتها، وتعطوني رأيكم كمان بالسجادة الجديدة. وبس حبايبي، لهون وصلت معكم لنهاية الفيديو. إن شاء الله هيك يا رب تكونوا حبيتوا الفيديو واستمتعتوا فيه واستفدتوا منه. ولا تنسوا إذا عجبكم الفيديو تحطوا لي لايك كتير كبير، وأنا بس شوف اللايك بعرف إنه الفيديو عجبكم وحبيتوا، وهيك الفيديو اللي تعبت عليه إنه عجبكم. ولهون وصلت معكم لنهاية الفيديو، انتظروني بفيديوهات جديدة وكتير حلوة، كتير كتير بحبكم يا أحلى بنات بالدنيا. باي.